نظمت وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ورشة تثقيفية للمواطنين المنتفعين من الوحدات الإسكانية بمشاريع مدينة خليفة وشرق الحد وهورة سند والبسيتين والتي تتعلق بالاشتراطات التعميرية الخاصة بحدود البناء وأبرز المخالفات التي قد تضر بالواجهات المعمارية للمشاريع السكنية حيث تأتي هذه الورشة مقدمة لورش تثقيفية قادمة لجميع المنتفعين من المشاريع الإسكانية حرصا على على الحفاظ على المظهر الحضاري للمشاريع الإسكانية ومدن البحرين الجديدة وعلى سلامة المستفيدين من خدمة الوحدات السكنية وقالت وزاره الاسكان انها حرصت لدى اعداد المخططات الخاصه بمدن البحرين الجديده ومشاريع المجمعات السكنيه ان تتضمن كافه المقومات اللازمه لتحقيق جوده السكن للمواطنين ومن بينها امكانيه التوسع في الوحدات دون الاخلال بسلامه الوحده او الاضرار بالمظهر العام للمشاريع وبما يحقق مبدا تجويد الوحدات السكنيه